سعيد كتير فيكن خي على شوف تي في، يعني سرقتني، كنت رايح على استوديو عند التسجيل وغدرتني بالزيارة، بس كانت زيارة حلوة. دايما انت مفاجآتك بتكون لذيذة. اكيد حبيب قلبي، اهلا وسهلا فيكن. اليوم نحن موجودين بالبيت اللبناني وحريصين اننا نستمر ان شاء الله بالمغرب الحبيب، وبدنا نعيد الكل ظاهرين من عيد فطر. ان شاء الله بكون عيد سعيد يا رب، وبتكون بداية ختام الاحزان والاوجاع مع كورونا والوضع الاقتصادي الصعب اللي عم بيكون بالعالم كله. فبنتمنى يا رب اليوم تبلش بشير الخير. ومبارح هيك انا فعلا حسيته كأنه في مرحلة جديدة ان شاء الله حتبلش مع المغرب. شوف صراحة بشرة، عن جد بشرة كبيرة، مش بس لألنا، لكل العالم. حتى الناس اختنقوا، يعني الناس ببيوتهم اشتاقوا يتلاقوا برا، اشتاقوا يعزموا بعض، اشتاقوا يتنفسوا هوا، يعني هوا حقيقي. صعب الواحد كل يوم مع 8 يكون مزروب بالبيت ومدة طويلة، يعني صرنا رح نقرب نكمل سنتين، فمش سهلة. حتى شعرنا بسعادة الناس، يعني من أول يوم اليوم حسينا بإقبال للناس كتير حلو، لأن كان بالبيت اللبناني أو بالغنوج حسينا وكأنه الناس عم يحكونا بعيونهم. يعني أول ما بفوت الزبون لعنا، أنا ما بقولهم زبين، أنا بقولهم أهل البيت، يعني كل اللي بيجي لعنا بيجوا عبيتهم، حسينا بفرحة وكأنه في عيد جديد. ففعلا هالمرة كان عيد الفطر عيدين يعني، ودايما بنتمنى السعادة لكل الشعب المغربي ولملكنا الحبيب محمد السادس، اللي أنا بتعرفوا كلكم شهادتي ومحبتي لإله قد ايه كبيرة. يعني شوف نحن الحمد لله من حتى من أول ما بلشت تكون فيلمو، كنا دايما كان في بروجرام دايما بننسق فيه نحن والستاف اللي بيشتغل معنا، حارسين كمان نحن كلنا عائلة وحدة وبيت واحد على الحلوة وعلى المرة. فالحمد لله أنه هلأ صار الوقت أطول، يعني فرق ما كان حدا ممكن يشتغل نص نهار أو أنه عم يشتغل يوم إيه أو يوم لا. نحن ما ضحينا بولا حدا، كل اللي معنا حافظنا عليهم وهول ولادنا ومنحبهم وتعلموا معنا ومنحس أنه منستمر نحن ويون لآخر يوم بالحياة. فاللي حب يكمل معنا كمل من قلبه، واللي حب لظروف معينة يدل ببلاده، كانين الشباب بيشتغلوا معنا من برات كازابلانكا، كان اللي من مدن بعيد، يعني إن شاء الله بعد بابنا مفتوح لأنهم بس بدهم يشرفوا ويرجعوا، كمان قلوبنا مفتوحة. فنحن هلأ نحن والستاف كله موجودين لخدمة الناس ونقدم لهم أطيب أكل في قلبنا، في الحب، في الاهتمام، في التأني. بنهتم كتير ببضاعتنا، بنهتم كتير بالنظافة، بنهتم كتير بالكواليتي البرودوي، المواد الأولية اللي بناخدها. فجمهورنا وحبايبنا اللي بيجوا لعنا ثقتهم كبيرة فينا وثقتهم كبيرة بالبيرسونال اللي بيشتغل معنا، بحبون. يعني حتى صاروا الشباب بس يفوتوا لعنا أي ضيوف بيعرفوا الشباب بأسمائهم، يعني حتى اللي بيشتغلوا معنا بيعرفون بأسمائهم. هذا الشيء بيفرحني أنا لما بحس هاللحمة ما بين الزبين وما بين ستاف. شوف أنت مركز على الساعة 11 وأنا عارف أنت شو بك تضوي. أنا مبسوط كتير لأنه عن جد عم بحكيك، مش مزحة. حدا يكون بعده فايت على الساعة 7 بده ياكل وتقول له إذا بتريد بدنا نسكر المحل، شغل كتير بشعة. ففعلا في سعادة كتير حلوة إنه صار واحد بيقدر يجي على الساعة 7 على الساعة 8 ومعه وقت، يعني معه للساعة 10 11 إنه بيقعد براحته هو وأهله وضيوفه وولاده. حتى بالويك إند وهلا بلش الصيف، فوقت الصيف الناس بتحب تظهر على البرود، يعني بس تبورد الدنيا بتبلش الناس تظهر، ما فيك تقلن هني يلا ضارين تقلن سكرنا باي باي. فالحمد لله رب العالمين، عن جد مبسوطين. نتمنى يا رب ترجع الحياة، نتمنى ترجع الأعراس. بالآخر نحن فنانين، رح تنسونا أننا فنانين. اشتقنا للمسرح، اشتقنا نغني، اشتقنا للجمهور، اشتقنا لبسمة أم العروس وعيون بي العريس أنه عم يدمع بشوف ابنه وفرحة عمره، هيك بده يطلع ببلادته مع عروسته بالطرحة البيضة بالكفطان المغربي الحلو. أنا كتير كتير متشوق وبتمنى يا رب أنه ما تكون بعدها مطول كتير. وصدقا بدي نوه انه المغرب كان عنده استراتيجية رائعة على مستوى كيف تعاملوا باللقاح مع الشعب. الشعب كمان كان في له برامج توعية عبر التلفزيونات، ما قصرتوا ابدا، كل منابر الاعلام كانوا عم يشجعوا الناس على اللقاح. عم شوف انه في عدد كبير، يعني انا كل يومين ثلاثة ببعت لشوف امتين دوري، يعني بيقولوا لي بعدني صغير. فبدي شيب شعراتي كلهم لحتى ياخذوني واعمل لقاح. فحماتي راحت، حبايبي راحوا اللي بعرفهم، الشباب الكبار اللي بيشتغلوا معنا، أصدقائنا راحوا كلهم أخذوا اللقاح، حتى اللبنانيين
لفتتني شغلي انه المغرب ما بيز مميز بين مغربي واجنبي او عربي او حدا. كل اللي عايشين بالمغرب وضيوف على ارض المغرب، المغرب فتح له قلبهم، فتح قلبه لقلهم، ويعني رحب فيهم كلهم. بس حدا يبعث مسج دغري بدقوا له بيعطوه موعد. صدقا ضحكني حدا من اصحابي قال لي يا زلمي ما حسيت، وكاني خدت بونبون يعني عن جد. خيي بيير بطنجة بحيي كل يوم والتاني بقول له بعثت لك اسمك مشان يدقوا لك. بالاخر راح اخذ اللقاح بس ظهر كثير مبسوط. قال لي في نظام، في مسافه بين الناس وين بيقعدوا، يعني بين شخص وشخص في مسافه بعيده، في سرعه، في نظام، في حب. حتى اللي بيعملوا اللقاح، مش عم بعمل دعايه بس والله العظيم مبسوطين من فرحتنا. يمكن هالموضوع تبع اللقاح عمل ساهم كتير انه نزلت نسبة الحالات، ما في وفاة، رجعنا الجو هيك الطبيعي شوي. حتى التشدد، بدي وجه تحية للأمن الوطني اللي عم بيكونوا عم يتعاملوا بكتير كمان مسؤولية وبكتير حب. من يومين ثلاثة رحت جددت إقامتي، ما فيني خبرك الطريقة اللي بيتعاملوا فيها مع الناس، في نظام حلو. صدقا أنا سعيد انه أنا بقول يا أخي أنا اخترت المغرب يكون وطني الثاني مزبوط، بس كمان في شيء إلهي لعب دوره. أنا مبسوط على الخطوة اللي عملتها. مغربنا يا زينة البلاد، تنعاد عيادك تنعاد، تعلى وتتعمر يا دار محمي براجك، والعسكر داير من دار يوقف عسياجك. تعرفوا أنا عندي نقطة ضعف تجاه المغرب، بحبكم كتير، أهلا وسهلا فيكم شوف تيفي، شرفتوا البيت اللبناني، بنحبكم كتير ودايما بيتكم هيدا، وديب المغرب الفوق، الله ينصر سيدنا، ميرسي. كاين جديد ننطروني قريبا جدا، أول ما يقولوا رجعت الأعراس حتاخدوا غنية خاصة بالأعراس، حبيب قلبي، ميرسي.